توثق تقارير الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو انخفاضاً مقلقاً في معدلات القراءة في العالم العربي، إذ تشير إلى أن الفرد العربي لا يقرأ سوى سطور قلائل خلال العام الكامل. كتب أغلبها كتب كلاسيكية، يعني كلاسيكية يعني عفى عليها الزمن. ما يعني ماكو يعني تيجي يعني كتب مثلا مترجمة أو يعني المفكرين يعني العرب مثلا كتب علمية، كتب علمية، كتب يعني مفيدة حتى يصير إقبال عليها. لكن بالفترة الأخيرة، الفترة الأخيرة قام يعني توصل يعني تجي بعض تترجم بعض المؤلفات مختلف أنواع العلوم، فيعني بنسبة قليلة جدا. أما إصدارات الكتب في الدول الأوروبية هي الأخرى أكثر بكثير من العالم العربي، إحصائية شكك بها قراء النجف وبينوا على أنها جاءت مغلوطة لأسباب عدة، أهمها جذب المجتمعات العربية نحو الجهة المقابلة. دائما الأمم المتحدة واليونسكو يقللون من قيمة الوطن العربي ويحطموه ويسوون هذه المعدلات حتى أخاف واحد عنده طموح يقرأ وينور نفسه ويصير أعلى من الأوروبيين، راح ينكسوا بهذا الإحباط. لو كان هذا الشيء موجود ما صارت معارض بالدول السعودية، قطر، الآن سمعت معرض بليبيا، كان بليبيا، ليبيا والجزائر والمغرب وبغداد، كم معرض كل هذني، وتقول القارئ يقرأ صفحة واحدة بالسنة. فيما جاء بخصوص النشر أيضا، إن العالم العربي ينشر سنويا 1650 كتابا في الوقت الذي تنشر فيه الولايات المتحدة 85,000 من الكتب. انخفاض المنشورات عندنا في الوطن العربي وبالذات العراق وكافة الدول العربية هو سبب رئيسي اكتشفناه، انه التربية، المربي، الاب الاساسي للقضية. الاب ما يهتم بالقراءة، ما يعلم اولاده على القراءة، في حين الجانب الاوروبي وجدناه في ام عيوننا، رأيناه انه متابعة الابناء والحث على المطالعة عكس الجانب العربي. الجانب العربي الا القلة القليلة هم من يتابعون المطالعة والكتابة والقراءة. لصباح دجلة من النجف، كرار العساف.